اليوم احنا صاحبة السمو خصوصا يعني بعد أزمة كورونا ومخلفاتها صار موضوع الصحة النفسية، كل واحد اكتئب، كل واحد عاش هذا الشعور المخيف بينه وبين نفسه. كيف الواحد يقدر يتعامل مع الصحة النفسية صاحبة السمو؟ الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة، دائما نحن نقول هذا الكلام ونرددها. الصحة النفسية مهمة والصحة الجسمية والجسدية مهمة أيضا، ولا بد أن نحن نوازن ما بينهم. أنا حتى سميتها المناعة النفسية، مثل ما في مناعة للجسد في مناعة للحالة النفسية. تلاحظ أنت لما يكون عندك ضغط أستاذ فيصل، عندك تعب من شغلة، بسرعة تمرض، بسرعة تتعب. في وقت عادي في الراحة في الإجازات ما تتعب. ليش؟ لأنه أنت تحت ضغط شديد. فلازم نهتم في صحتنا النفسية. وعلى فكرة يمكن الجائحة يعني سوت لنا هايلايت، زاد الاهتمام والحديث في الصحة النفسية، ولكن الصحة النفسية موجودة منذ الأزل، والمشاكل النفسية موجودة عند الإنسان من زمان. فقط يوم هم جايوا خلال الجائحة صنفوها، وجدوا في ناس كان عندهم مشاكل نفسية قبل، زادتها الجائحة. في ناس ظهرت عندهم مشاكل نفسية بسبب الإغلاق والجائحة والخوف والقلق. هذا الفرق الوحيد. ولكن في ناس جات مشكلة الجائحة عززت، قد يكون مرات عندك تحت السطح في مشكلات، بس هي مثلا قلق عادي، خوف عادي، توتر عادي، واللي هو مطلوب صحي. ولكن متى يصبح خطر؟ لما يخليك ما تقدر تقوم بروتينك اليومي، ما تحب تاكل، ما تقدر تنام، يختل خروج، ما تحب تخرج، ما تحب تقابل ناس، تريد تنزوي بنفسك. هنا هذا ناقوس خطر. صعب تسوي إذا كان في واحد يعيش هذا الصراع النفسي. إحنا في مجتمع لا يخلو من الانتقاد، خصوصا إذا عرفوا بعض الجيران أو بعض أقاربه أنه راح يتعالج نفسيا. بين قوسين قالوا عنه مجنون، كيف يقدر يعني يتعايش مع هذا الواقع؟ حتى بعض الأحيان يخبيه ويروح بينه وبين الدكتور اللي يتعالج معه، بحيث أنه ما يسمع لمثل هذه المعاني اللي تكسر من داخله. والله عشان أقول لك أستاذ فيصل من تجربة شخصية يعني واقعية مع حملة نحن معك للتوعية بالصحة النفسية، ونحن من 2014 نسوي هذا الموضوع. بتستغرب أنه الوصمة الاجتماعية اللي أنت تتكلم عنها والخجل، ما بقول مش موجود بس كثير أقل. ناس جات في كل، إحنا عندنا شيء اسمه قصص نحن معك، وفي قصص نحن معك الناس تتكلم في قضايا كثيرة، الإدمان، طلاق، عنف، إساءات، ابتزاز، بجرأة، ويجي يعرضوا قصصهم. ليش؟ لأن قصتي قد تلهمه، وقصة فلان قد تلهم فلان، وقد تكون مدخل لحل. فعادي يروح العيادات، وبالعكس صار يروح العيادات الخاصة يمكن أكثر من إنهم يروحوا المستشفى ويروحوا قسم الطب السلوكي أو غيره، لأنه يعرفوا سهولة حصل مواعيد أو شيء. اللي أريد أقوله بشكل عام، صار في وعي كبير من ناحية أنه ذهابك أو يكون عندك مراجعة عند الطبيب النفسي لا تقل أهمية من أنك تروح الطبيب العام. ليش؟ لأنه يعرفوا صاروا الصحة النفسية إذا اختلت هي اللي تؤثر على الجسدية أكثر. مش معناته الجسدية ما تأثر على النفسي، ولكن الوقع والإمباكت اللي تبع النفسي يؤثر على الجسدي أكثر. الأفكار، الوسواس، القلق، الاكتئاب، الخوف، كل هذه الأمور ممكن كما قلت تدمر الإنسان وتطلعه عن مسار الطبيعي. ولكن كلنا نقلق، كلنا نخاف، كلنا نتوتر، هذا مطلوب، وإلا ما بيكون عندك دفعة أنك تريد تستمر في الحياة. ولكن إذا تجاوز الحد بحيث أنه أصبح يعيق مسار حياتك الطبيعية، هنا هذا مؤشر خطير أنه أنت تحتاج مساعدة.